بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ الخطوة الثانية. شنو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أول شيء لازم يكون الليبل عندك جاهز. خيري ما ضربون هذول معودين. سكتوا سكتوا سكتوا. صغير يقول هذا بصمار. لك ديسكو، لك ديسكو ما بدنا نسجل. ابن السيتافيتة لك دهدهم ابن السيتافيتة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوة الثانية أول شيء لازم الداتا تكون حاضرة، يعني الجدول يكون جاهز. هذا هو الفاريبل مالته. طلبت بالمحاضرة الثانية طلبت نسوي جدول للايج من 5 كلاس وتريد باي جراف. اول شيء شرح من تسوي جدول تكمله، بعد ترانسفورم، بعدين فيجوال، تنقل ليج، تنقل ليج، سوي كونتين. زين تجي تسمي شو اسمه، حسمي مثلا كي 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 كي. زين شو تسوي له ميك؟ ايش ناخذ منه قبل الميك؟ ها؟ ايش ناخذ قبل الميك؟ المينيموم. المينيموم 20 موجود وين؟ بتنقله هنا، تكتب هنا 20 وراها تقول له النمبر اوف كلاس. يا رايده 5 اذا يعني تاخذ تسوي 4، تاخذ واحد اقل من اللي هي تريده، يعني 4. الويث بس تحطه تشق سوي طلع لك يا سوي له ميك ميك ليبل. اهم شيء سوي ميك ليبل. من سويت ميك ليبل تسوي له اوكي اوكي بس صار عندنا. ورا شنو نكمل الخطوه الثانيه؟ شنو نسوي؟ نروح على الاناليز ديسكريبتيف ستاتكس اللي هو تسوي فريكوانسي. زين تنقل الجدول الجديد سويته اللي هو اوكي 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 اوكي. زين زين سوي اوكي. وراها تسوي اوكي خلاص عندك كل شيء. هاي الخطوه الاولى. زين شو تريد؟ تريد باي جراف. تروح على الجراف. شلون نسوي باي جراف؟ روح على الجراف بعدين ليجاسي. ليجاسي شو تريد؟ تريد باي. باي وين اروح؟ باي هذا الباي. زين ديفاين. ديفاين المن تريد ليج. تريد ليج روح على الليج. تعطيه اوكي. صار عندنا خلاص. هاي الخطوه الثانيه انتهت. زين بعد شو نسوي؟ هاي خلصت الخطوه الثانيه. عشيدك ابو درادي.